Ladies and gentlemen, please. دلوقتي بقى لو انت عايز ازاي تعرف تظبط عربيتك هوا او تظبط الكربراتير عشان العربيات تدور من سنة مرش وما تاكلش بنزين، فلازم تتفرج على الفيديو ده وتعرف اللي هنقوله دلوقتي. نظبط العربية دي ازاي ان هي تدور من سنة مرش كده. الموضوع ده بنعمله ازاي؟ لازم نعرف ان ده الكربراتير وده اسمه العلم المقربن، عشان ده اللي بيحصل فيه عملية الخلط بين الهواء والبنزين اللي هيخش غرفة الاحتراق للبستي. اللي بيقوم بالخلط هنا مسمار اسمه مسمار السلانسي، وده انت لو واخدين بالكم منه بيتحكم في الغراب اللي فيه الاكسلاتير، اللي هو لو انا دوست بنزين هلاقيه بيتحرن. مسمار الصليبة بيتحكم في الباب بتاع الكربريتور، بيعلي العربية ويوطيها. والمسمار التاني النحاس ده العادة ده مسمار الاريجن او ضبط نسبة كمية الهواء اللي هتخش تتخلب بالبنزين، وده تسمى المقربن عشان المسمار ده لما بيكون مش مظبوط بيتسبب في رواسب كربونية جوه الغرفة او ما بيدينيش عادم الكربون المنتظم، فلازم الاريجن ده يتم عن طريق المسمار الصليبة ده اللي بيعلي ويوطي العربية، والمسمار العادة النحاس ده اللي هو راكب جنب مجرة السلانسي اللي بيتحكم في كمية الهواء اللي داخلة للمحرك اثناء العربية وهي دايرة سلانسي عشان يديني عادم منتظم. هنضغط العربية، طبعا العربية دي مظبوطة، احنا هنحاول نخلي العربية تلخبط، هنعليها شوية. لو مجرة الهواء دي مسدودة او بل في البخار ده في مشكلة، في ناس بتحب تعمل كده، علي العربية شوية يوطيها من هنا كده، العربية واطية بس مش مظبوطة تاكل بنزين، حتى نغمة السلانسية مش متزنة. طب انا اعمل ايه بقى في الوقت ده؟ اعلي العربية سنة من المسمار ده وابدأ اقفل هنا، هلاقي العربية بتلخبط، ابدأ افتح لحد اعلى نغمة منتظمة سنة سنة، لان نسبة الخلط هنا دقيقة جدا، لازم المفك يلف معاك. بص المحرك بيعلى، المكنة صوتها بيعلى، صوتها بيعلى وينتظم. انا بفتح نسبة الهواء اللي ده، ده اعلى نغمة منتظمة للمحرك، لو انا فتحت زيادة عن كده هتلخبط. المكنة كده مش متزنة، بص المكنة كده وابدأ اوطي المكنة سلانسية. اعتبر اللي انا عملته ده صح ولا غلط، منين اعرفه؟ منين اعرفه؟ من ريستارت. ريستارت يعني الدوارة، بداية التشغيل. كده محرك منتظم متناغم معاك بيدور وبطل من سنة مرش. شكرا.